وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. يعني بداية وبعد التحية، ماذا عن وصول الجهود والمساعدات الإغاثية والمساعدات الإنسانية إلى معبر رفح الآن، وأيضا وصول المتطوعين من جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؟ خليني في البدايه برحب بحضرتك يا فندم وبرحب بالساده المشاهدين. يمكن يا فندم منذ اندلاع الحرب الدائره وطبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت قافله التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي باكثر من 110 سياره نقل كبيره محمله بكافه المواد الغذائيه اللازمه والمستلزمات الطبيه اللي في النهارده اخواتنا في غزه محتاجينها نتيجه انهيار المنظومه الطبيه اللي موجوده هناك، ونتيجه النهارده الحرب الاباده اللي بتشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على اشقائنا في قطاع غزه. يمكن زي ما حضرتك متابعه خلال الساعات الماضيه وصلت القافله الى معبر رفح وفي انتظار دخولها وتسليمها من خلال متطوعين التحالف الوطني الى اخواتنا واشقائنا في فلسطين. نعم، ما الاجراء الذي يلي وصول المتطوعين الى معبر رفح؟ يا فندم المتطوعين من اول دقيقه وهم مع القوافل معاها دقيقه بدقيقه مصممين على ان هم يوصلوا الامانه الى اخواتنا في فلسطين. المتطوعين كلهم على قلب رجل واحد خلف الدوله المصريه وخلف القياده المصريه، ومصممين ان النهارده كافه المواد الاغاثيه تصل الى مستحقيها في غزه من خلال متطوعين. نعم، هل هناك ترتيبات أخرى من جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لوصول بالفعل مساعدات إغاثية أخرى؟ هناك ترتيبات. نعم. يمكن تمت قبل كده كمان من خلال القوافل اللي كانت في كافة محافظات مصر ومن للتبرع بالدم. زي ما احنا عارفين طبعا حجم الإصابات والوفيات كبير جدا في قطاع غزة والانهيار المنظومة الصحية هناك، فطبعا احنا جاهزين. اضافة كمان ان كافة المستشفيات المصرية في العريش جاهزة لاستقبال الضحايا فور فتح المعبر. نعم، اشكرك شكرا جزيلا محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.